الحكومة تدعو للتنبه لمحاولات ميليشيات الحوثي تشتيت الجهود واختلاق لجان ومقترحات جزئية في ملف طرق تعز. مقرر الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن اكتمال جميع التحضيرات لعقد الدورة السادسة في المكلا. وتنامي ظاهرة الغش بالامتحانات الوزارية للثانوية العامة. أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. أعلنت اللجنة الحكومية لفتح الطرقات في تعز عقد اجتماع للوقوف أمام التحركات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بتحقيق السلام في اليمن وما يتعلق بفتح طرق تعز التي تغلقها ميليشيات الحوثي منذ 8 سنوات، محذرة من محاولة حوثية لتشتيت الاهتمام بهذا الملف. يراوح ملف كسر حصار ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة تعز مكانه دون أي تقدم يذكر، ويواجه هذا الملف في الأثناء محاولة التفافية جديدة أعادت مبادرة أصدرتها ميليشيات الحوثي بفتح طرقات فرعية تؤدي إلى المدينة لا تخفف معاناة ولا تكسر حصارا حتى ولو بشكل جزئي. وفقا لمصادر مطلعة، أسندت ميليشيات الحوثي هذه المرة المهمة إلى قياداتها التي تنتمي إلى محافظة تعز، وطرحت القيادات المبادرة قبل أيام لكنها لم تلقى ثقة أو قبولا لدى الشخصيات الاجتماعية والسلطات داخل المدينة. لجنة التفاوض الحكومية لفتح طرق تعز دعت إلى التنبه لمحاولة ميليشيات الحوثي تشتيت الاهتمام بملف طرق تعز وإضعاف الموقف الرسمي الحكومي من خلال اختلاقها لجانا مجتمعية والتواصل مع بعض الشخصيات بزعم العمل على فتح الطرق بعيدا عن الحكومة والجهود الرسمية. اللجنة قالت إن لجان ميليشيات الحوثي الإرهابية طرحت مقترحات جزئية ذرا للرماد على العيون، وهو سلوك تمارسه منذ 8 سنوات، مؤكدة أنها هي المعنية بملف طرق تعز ومستمرة في التواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية لمتابعة القضية والمطالبة بفتح طرق تعز بصورة كاملة. تقول اللجنة إنها تتابع التقدم الحاصل الذي تمثل في تبني وفد الحكومة ملف فتح طرق تعز في كل الحوارات كبند أساسي، وأكدت على مضاعفة الجهود بمزيد من المتابعة مع الأطراف الإقليمية والدولية والعمل على إنهاء الحصار. يدور الخلاف بين الجانبين الحكومي وميليشيات الحوثي بشأن فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز حول الممرات التي يجب فتحها، فبينما يؤكد الجانب الحكومي ضرورة التزام ميليشيات الحوثي باتفاق الهدنة وفتح الطرقات الرئيسية المؤدية إلى المدينة، تحاول ميليشيات الحوثي التنصل عن ذلك وطرح مقترح فتح طرقات فرعية تمر عبر شمالي وجنوبي المدينة لكنها لا تلبي احتياجات المواطنين حتى بنسبة 20%، كما يقول ذلك الجانب الحكومي. ويبدو أن هذا الملف سيظل عالقا كواحدة من شواهد فشل هدنة ترعاها الأمم المتحدة ولم تجني مكاسبها سوى ميليشيات الحوثي الإنقلابية. اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ زيارة إلى واشنطن التقى فيها بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من كبار المسؤولين لبحث سبل إحراز التقدم نحو عملية سياسية. وقال جروندبرغ في بيان صحفي إن المناقشات ركزت على سبل دعم الجهود التي تطلع بها الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف على تنفيذ تدابير بناء الثقة على المدى القصير. وشدد جروندبرغ على دور المجتمع الدولي كمناصرين وضامنين لتشجيع الأطراف على استمرار مشاركتها البناءة ولإعطاء الأولوية للحلول الجامعة المستندة على مبدأ الملكية الوطنية.
عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي أول اجتماع للجنة الأمنية العليا، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسية على دور اللجنة الأمنية العليا في تحسين اتخاذ القرار والاستجابة السريعة لمواجهة تهديدات المنظمات الإرهابية من الحوثيين إلى القاعدة وداعش ومهربي الأسلحة والمخدرات وجماعات الجريمة المنظمة المتخادمة معها. اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي على الدراسات الميدانية لإنشاء عدد من الحواجز المائية بمحافظة الضالع بدعم إماراتي. وشدد الزبيدي على سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بالمشروعين والتوقيع على عقود التنفيذ مع الجهات المنفذة لضمان الإنجاز في الوقت المحدد. وثمن الزبيدي الدعم المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات لبلادنا في مختلف المجالات وفي مقدمة قدمتها قطاع الزراعة والري. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن فرج السالمين البحسني على سير عمل إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت. وأشاد البحسني بالجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت في سبيل وضع الخطط لضبط مهربي ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة للحد من انتشار المواد المخدرة بين أوساط الشباب في ساحل حضرموت. أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن دعم الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مدخل أساسي ومستدام لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الحوثية. وأوضح رئيس الوزراء لدى استقباله وفد برنامج الأغذية العالمي برئاسة المديرة الإقليمية للبرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كورين فلايتشر أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة وبإسناد من الأشقاء والأصدقاء والمانحين سيكون لها الأثر البالغ في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم وسعر صرف العملة الوطنية. أعلن مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي نصر هرهرة اكتمال جميع التحضيرات لعقد الدورة السادسة في موعدها المحدد 21 من مايو بمدينة المكلا. وقال هرهرة في تصريح صحفي إن التحضيرات لعقد الدورة السادسة للجمعية الوطنية الجنوبية في حاضرة حضرموت المكلا قد اكتملت، وقد انتقلت جزء من اللجان التحضيرية إلى المكلا والتحمت مع اللجان عمل هناك، والجزء الآخر سيصل قريبا وسوف تعقد الدورة في وقتها المعلن. انعقاد دورة الجمعية الوطنية الجنوبية في مدينة المكلا لها دلائل رمزية لما تمثله المحافظة من عمق تاريخي استراتيجي واقتصادي للجنوب، فيما يتوقع مواطنو سيئون بأن تخرج الجمعية بقرارات تاريخية تخدم الوضع العام بعد التفاف المكونات الجنوبية حول المجلس الانتقالي. انعقاد الجمعية الوطنية في عاصمة حضرموت المكلا في دورتها السادسة تكتسب أهمية كبيرة من حيث الدلالة ومن حيث الرمزية، أنه في 21 مايو في أعلن الرئيس علي سالم البيض فك الارتباط من المكلا، وهذا اليوم يتم التأكيد فيه أكيد على فك الارتباط. نحن نتمنى أنه الجمعية الوطنية تخري بقرارات حاسمة لمصلحة الشعب الجنوبي. إن انعقاد الدورة السادسة في عاصمة حضرموت لها دلائل كثيرة، وهي أن حضرموت أصبحت اليوم رقم صعب في المعادلة بالنسبة للقضية الجنوبية، وأصبحت حضرموت عاصمة ثانية للجنوب. وطبعا أبناء حضرموت الكل يعرف أن خلال لقاء الحوار الوطني تم موافقة كافة المكونات حضرموت وأطيافهم. كل الشعب الجنوبي مطلع إلى ثمرة هذا اللقاء وما سيتمخض عنه من قرارات هامة تتوافق مع ما دار في اللقاء التشاوري الذي عقد في عدن والتغييرات الكبيرة والانضمامات الكبيرة التي حضرت في المجلس الانتقالي، وكلنا مطلعين إلى هذا اللقاء. يأتي انعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية في محافظة حضرموت وبالتحديد في عاصمة المحافظة مدينة المكلا بتاريخ 21 مايو الأحد القادم،
هذا التاريخ يصادف تاريخ عظيم وله دلالات ومعاني كثيرة جدا. من المتوقع أن تكون هذه الدورة دورة استثنائية غير الدورات التي سبقتها. فبعد التوقيع على الميثاق الوطني من قبل كل المكونات الجنوبية والتفاف الجنوبيين وارتصاصهم في صف واحد تأتي هذه الدورة، وأكيد هذه الدورة نحن نتأمل منها في اتخاذ والإجماع والتصويت ومناقشة قضايا مهمة واستراتيجية. ويمثل هذا الانعقاد للجمعية الوطنية في حضرموت وفي المكلا أهمية كبيرة جدا من حيث المكان والزمان. فنتمنى من الجمعية الوطنية في هذه الدورة أن تتخذ يعني كثير من القرارات الهامة التي تخدم المواطن. انتشرت ظاهرة الغش في الامتحانات الوزارية للثانوية العامة، وحذر بعض المختصين بالعملية التعليمية بأن ظاهرة الغش قد تصبح في يوم من الأيام ظاهرة طبيعية بين أوساط المجتمع. تكتسب ظاهرة الغش بالامتحانات الوزارية مكانتها في نفسية التلاميذ منذ الأيام الأولى للموسم الدراسي بالثانوية العامة، وخصوصا في هذه الفترة التي تعتبر حساسة في حياة الطلاب. تم الترتيب للامتحانات مسبقا من حيث الأعداد القاعات والملاحظين والمشرفين. مر اليوم الأول إن شاء الله الأمور كانت طيبة وما فيش أي مشاكل، وإلى حد الآن برضو الأمور اليوم نحن نزلنا من قبل المكتب والأمور إن شاء الله تمشي على قدم وساق. الامتحانات طيبة، الطلاب يعني في القاعات برضه يحلوا بشكل ممتاز. إلى اليوم هذا لم تحصل عملية غش، ونحن ضد هذه العملية، ونتمنى إن شاء الله أننا ما تكون هذه الأشياء واردة في الأيام القادمة إن شاء الله. محافظة أبيان كغيرها من محافظات البلاد تشهد هذه الأيام امتحانات الوزاري للصف الثالث ثانوي، وحول انتشار ظاهرة الغش قد يوجه الاتهام دائما للتلميذ، فيما تقع المسؤولية على المنظومة التعليمية لكون التلميذ التجأ إلى الغش لما يواجهه من كم هائل من المقررات الدراسية التي لم يستوعبها أو ربما لم يدرسها إطلاقا. إذا حاول المعلم والهيئة التعليمية في المدرسة بأنه يغرسوا قيم ومبادئ إنسانية في روح التلميذ بأنه من غشنا ليس منا، فسيكون الوازع التعليمي هو رديف للروح البشرية. فلهذا نحن نحث المعلم على أنه يغرس هذه القيم الدينية والإنسانية في روح التلميذ حتى تنمو، وعملية القش لا نستطيع أن نكتذرها في لحظة واحدة، هي بحاجة إلى جهود من كل الهيئات السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع. المبالغ التي مقررها هنا من على ما علمنا أنها من وزارة التربية، يعني لو قلت لك بها يعني خجلت حياة من قيمتها. 500 ريال هذا يعني تجيب شيء في هذا الزمان في هذا، ولا أحد يعني ينهك حتى يستحي يقولها. ونحن نطالب المحافظ بصفتها يعني السلطة العليا في المحافظة التفات إلى المراقب، لأن المراقب هو أهم شيء في عملية الامتحانات. هنا بقاعات الامتحان يستلم الطالب ورقة الاختبار، وسط توتر وخوف من الرسوب وصعوبة بعض المواد الدراسية ورقبة شديدة للحصول على معدلات عالية، مما يدفع الطالب أحيانا للاستسلام للغش، والتي يعتبرها العصا السحرية التي ستحل هذه المشاكل، إلا أن النتائج المستقبلية ستكون كارثية. لقناة الغد المشرق، عثمان عامر، أبيان. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مدرسة سعد بن معاذ بالحد يافع تقيم حفلا تكريميا للطلاب المتفوقين. من جديد أهلا بكم. شهدت مدارس منطقة مديرية الحد بيافع عملية تكريم للطلاب المتفوقين بمدارس الشرف ووادي دان، وذلك برعاية من رجل الأعمال الشيخ قاسم الشرفي. بدعم الشيخ قاسم الشرفي،
مدرسة سعد بن معاذ بيافع تكرم أوائل الطلاب بمبالغ نقدية. شهدت منطقة الشرف بمديرية الحد يافع بمحافظة لهج حفل تخرج طلاب مدرسة سعد بن معاذ للتعليم الأساسي والثانوي وسط حضور قيادتي السلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي ومدير الأمن وعدد من الشخصيات الاجتماعية. نتمنى لطلابنا اللي لم يحالفهم الحظ خلال هذه السنة الدراسية 22-23 بأن يجتهدوا وأن يكون هذا رافد للمستقبل، ونتمنى بأن يكون هذا التتويج في نهاية العام الدراسي في بقية المدارس الأخرى حتى ننشأ جيل قادر على استيعاب المهام للمرحلة القادمة. راعي العملية التعليمية والتربوية وهنا والداعم الرسمي الشيخ قاسم عبد الرحمن الشرفي الذي يبذل ما بوسعه لأجل إنجاح العملية التربوية والتعليمية ولخدمة التعليم في هذه المنطقة. أقيم حفل التكريم برعاية كريمة من رجل الأعمال الشيخ قاسم عبد الرحمن الشرفي في مدارس الشرف ووادي دان، حيث تم تسليم مبالغ مالية وشهادات تقديرية وجوائز عينية للخمسة الأوائل، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بالأنشطة الرياضية والثقافية. باسم طلاب مدرسة سعد بن معاذ الشرف نتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ الفاضل أبي محمد قاسم عبد الرحمن الشرفي لدعمه السخي، ونسأل من الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونسأل من الله أن يوفقه إلى كل خير، ونتمنى من رجال الأعمال أن يحذو حذو هذا الرجل. هذا وبلغ إجمالي دعم رجل الأعمال الشيخ قاسم الشرفي هذا العام للعملية التعليمية بمنطقة الشرف أكثر من 54 مليون ريال، منها رواتب 42 معلم وتكفله بتغذية الوحدات السكنية للمعلمين، بالإضافة إلى عملية تكريم الأوائل بمدارس المنطقة. هاجم مجلس نواب صنعاء وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها على خلفية تكرار طباعة الكتاب المدرسي أكثر من مرة بنفس العام الدراسي في سبيل إدخال تعديلات طائفية جديدة عليه. في وقت يواجه فيه أكثر من 3 ملايين طالب بالمدارس الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي خطر التحريف والفكر المتطرف بفعل التغيير المتواصل لمناهج التعليم وتوظيف المدارس لأغراض عسكرية، تطلق ميليشيا الحوثي الانقلابية مساعا جديدة لاستكمال تطييف المناهج الدراسية. على خلفية ذلك هاجم النائب في برلمان الميليشيات الانقلابية المدعو أحمد سيف حاشد وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وكشف حاشد عن تقديم المدعو بدر الدين الحوثي المعين وزيرا لتربية وتعليم الانقلابيين مذكرة عاجلة إلى مجلس نواب صنعاء يشكو فيها عدم توافر مصدر تمويل أو موازنة جديدة معتمدة لطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2024. وأضاف حاشد إن الهدف من طباعة الكتاب المدرسي أكثر من مرة في كل عام هو إدخال تعديلات طائفية جديدة عليه، متسائلا لماذا تجري أصلا طباعة الكتب المدرسية بالسنة مرتين وبإمكان الميليشيات طباعته مرة واحدة كل 3 سنوات. المعلومات التي بثها حاشد أثارت موجة من السخط في أوساط الناشطين اليمنيين، حيث هاجم بعضهم عبر تغريدات لهم سلطة الانقلاب معلنين رفضهم ذلك التوجه الرامي إلى إدخال تعديلات جديدة تستهدف بالأفكار المغلوطة ما تبقى من المناهج. وسبق للميليشيات الحوثية أن أجرت مطلع العام الحالي تعديلات عدة على المناهج تضمن بعضها إدراج دروس وصور وتعليمات بهدف طمس الهوية الوطنية والدينية لليمنيين وإنشاء أجيال جديدة منسلخة عن هويتها وعقيدتها وتعتنق الفكر الطائفي والمذهبي وفق ما كشفه تربويون في صنعاء لوسائل الإعلام. وكان مكتب حقوق الإنسان في صنعاء قد اتهم في وقت سابق ميليشيات الحوثي برصدها مبلغ 200 مليون ريال لتغيير وتحريف مناهج المرحلة الثانوية بما يتوافق مع معتقداتها الإرهابية وتجريف الهوية الوطنية واستنزاف عادات المجتمع اليمني. أما الآن ننتقل إلى أخبار الرياضة.
تأهل إنتر ميلان إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه ميلان بهدف نظيف في إياب الدور قبل النهائي بالبطولة. ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74. وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز إنتر ميلان بهدفين نظيفين ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. نهاية النشرة. تذكيرا بالعناوين: الحكومة تدعو للتنبه لمحاولات ميليشيات الحوثي تشتيت الجهود واختلاق لجان ومقترحات جزئية في ملف طرق تعز. مقرر الجمعية الوطنية في المجلس الانتقال الجنوبي يعلن اكتمال جميع التحضيرات لعقد الدورة السادسة في المكلا. وتنامي ظاهرة الغش بالامتحانات الوزارية للثانوية العامة.